هي أول زيارة لمخيمة اللاجئين يجريها المبعوث الأممي الخاص الجديد للصحراء الغربية، تحدية كبيرة تنتظر المسؤول الأممي، خاصة وأن سابقيه لم يحقق تقدما في مستوى طموحات الصحراويين. المبعوث الأممي حظي باستقبال شعبي كبير، كما استمع لمطالب بعض قيادات جبهة البوليزاريو. نناشد على أيدي ونطالب من الأمم المتحدة ندور لا استقلالنا شي ثاني، راه ما هو خارق لا الاستقلال، وما نمتنازلين عن الكفاح المسلح اللي نحقق قضيتنا وكل وطن والشهادة، ونطالب منه تحديد الهوية ويفصلنا احنا والمقاربة لا استقلال، والله يخلينا نخلطوا لا تلاجينا مبعوث ونتحاكم وحنا تي العلايات قايسات نمويلك وقايسات الشلحات وقايسات وطننا له نقعدوا فم والمات يرحموا شهيد. ديمستورا أجرى زيارات لبعض الهيئات والمؤسسات بولاية سمارة. هنا في هذا المستشفى الولائي التقى الطاقم الطبي واطلع على ظروف العلاج. الأدوية الخاصة والأجهزة وذا كامل قاع عمال ندوروا قاع على حريتنا. لا استقلالنا، نحن نقدوا نعيشوا بلا طب ونعيشوا بلا شيء، يقار الحريه هي الاولى وهي الثانيه. طالب عن الامم المتحده عن اتعدى الحد لهذا الشعب وعن اتعدى الحد يعود نهايه، يعطونا استقلالنا ظروف العلاج هونتيه الحمد لله بفضل من الله هونتيه وتوفر معهم الادويه، لكن دائما فيها نقص، دائما خالد نقص في الادويه. وهذا من اسباب شنو؟ من اسباب عندك مخيمات لاجئين، ما خالق فارماسي تصدر لك الدواء، ما خالق شركه تصدر لك الدواء، وفرض عليك الدواء يجيك من الخارج والله من الجزائر، جزاه الله خير عنه. برنامج مكثف ينتظر ديمستورا على مدار يومين، مواعيد عديده ستجمعه بممثلي المجتمع المدني الصحراوي ووزراء في الجمهوريه الصحراويه، على أن يختتم زيارته بلقاء الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي، أملا في العودة بتقارير واضحة عما يريده الصحراويون للوصول إلى حل نهائي للأزمة وإنهاء الاحتلال.